حلم الأكراد بوفرة اقتصادية بعد إعلانهم الحكم الذاتي في مناطق سيطرتهم في شمال سوريا الغنية بالنفط وبالحقول الزراعية، لكنهم وجدوا أنفسهم يعيشون في جزيرة معزولة جراء تقلص الموارد. داخل صيدليته في مدينة القامشلي في محافظة الحسكة يتفحص مصطفى عبدي مستودعه شبه الفارغ بحثا عن دواء لعلاج أحد المرضى. بري فدراليتي درمان هبو. قبل أعلان الحكم الذاتي كنا نتلقى معظم الأدوية، وبعد شهرين بدأت تنقصنا تدريجا بشكل تدريجي. ولا تقتصر الأزمة على القطاع الصحي، بل تشمل قطاعات عدة أخرى. كل شيء باهظ الثمن، لا يستطيع السكان حتى شراء الدجاج. العامل يتقاضى 700 ليرة سورية، ماذا يمكنك أن تشتري بهذا المبلغ؟ ماذا تأكل؟ تحتاج العائلة إلى أن يعمل كامل أفرادها. أنا أعمل في هذه السوق منذ 25 عاماً وبالكاد أستطيع تأمين لقمة العيش لأسرتي. شأني شأن الجميع هنا. المناطق الكردية محاصرة، ويتشارك الأكراد في العراق وسوريا قضية واحدة، لكن توترا يشوب العلاقات بين الحزب الذي يتزعمه رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني وحزب الاتحاد الديمقراطي الحزب الكردي الأبرز في سوريا وذراعه العسكري المتمثل بوحدات حماية الشعب الكردية. فسلطات كردستان العراق تحافظ على علاقة جيدة مع تركيا التي تصنف وحدات حماية الشعب بالإرهابية، إذ تعتبرها جزءاً من حزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً ضد أنقرة. نحن أيضاً تفاجأنا بقرار إغلاق المعبر في 16/3/2016، حيث كان قراراً تزامن بإعلان النظام الفيدرالي لشمال سوريا روجافا كردستان، تزامن الموقف بإعلان الفيدرالية، وأيضاً تزامن بموقف حكومة أردوغان عندما أغلق معبر مرشد بينار التي كان تدخل المساعدات الإنسانية عن طريقها إلى كوباني. يبدو الحصار بمثابة خطة منسقة بين تركيا والحزب الديمقراطي الكردستاني ونظام البعث وتنظيم الدولة الإسلامية، تم فرضها على روجافا. الإغلاق المتكرر لمعبر سيمالكا، طريق التجارة الوحيد بين مناطق سيطرة الأكراد والخارج، ينعكس سلباً اليوم على السكان الذين باتوا يعانون نقصاً في السلع وأزمة اقتصادية قاسية.